سير تفضل الاسم ديالك. الاسم ديالي حسن منال. سير تفضل. السلام عليكم، الاسم ديالي حسن المالك. اش المشكل ديالك السي حسن؟ المشكل تاعي ودي اخويا هاد كنت هنا في السوق كنمارس هاد المهنه من 96. اييه. وعندي الرخصه ديالي وعندي الوراق تاعي. وفاش كنت في الماتش القديم خدام، وفاش جينا هنا قال لي هاد السيد كرئيس الجمعيه قال لي راه انت مستافد ما مستافد، فاش جيت هنا ما تلاقيش هذيك البلاصه ديالي. وهاد الناس ها هما هادو اللي معايا. شحال 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 انتم مستافدين تقريبا؟ دابا كاينه 43 واحد. وشحال خرجت لكم تقريبا لكل واحد؟ كاينه 43 واحد، كل شيء عندهم 10 متر، وهاد البلاصه فيها 20 متر. ها هي دابا جبت ليها السلعه ديالي. ايه. تلاقيت البلاصه ديالي داخله هنا. علاش ما استفدتيش انت؟ ودابا انا دابا عندي الوراق تاعي وكل شيء، فاش كنجي نسولو كيقول لي راه البلاصه ديالك عصبرها بين نعطوها لك، والبلاصه ديالي مستغلها ليا هو. دالين ديال 20 متر ديال 10 متر مستغلها لك شي حد؟ مستغلها ليا واحد السيد، ها هو دابا عنده 20 متر، وهاد الناس كاملين عندهم 10 متر. دالين ديال 10 فيه وحده ديال 20 متر. لان لالين ديال 10 متر وخويا. ايه. لالين ديال 10 متر شاد فيها واحد 20 متر. يعني هاد السيد قرب الميكروفون. يعني هاد السيد باغي يحقق، باغي الاستفاده ديالو كما استفدنا. انتم شحال استفدتوا تقريبا؟ 10 متر. وهو عنده هو حتى هو خرج عليه استفاده؟ حتى هاد السيد قديم القدماء. يعني خرج عليه استفاده ديالو؟ خرج عليه الاستفاده، عنده الرخصه ديالو مخلص كلشي. اييه. ولكن علاش؟ لابيتونس ديالو عنده مسائل كلشي. ولكن علاش ما خداهاش؟ ما عرفتش انا باقي دابا ما عرفتش انا دابا السيد شاد لي البلاصه ديالي لا وكيضحك عليا. ما عرفتش لان لالين ديال 10 فيه 20 يعني وحده ديالو كاينه هنا والله اعلم. هذا الشيء اللي ما نقول، هذا السيد راه من القدماء اقدميه، هذا راه ما خلاش الصندوق ضربوا معاهم هذا. السلام عليكم. قلت لك اودي قلت لك اودي اخويا انا دابا كاي مع عندي اللائحه ديالي، عندي السميه ديالي، وعندي الرخصه ديالي، وعندي الكيتانس ديالي، باش كنخلص الواجبات، وعندي كل شيء الوراق تاعي اللي عندهم عندي هاد الناس كاملين، من هنا من هاد الصف حتى لهذاك الباب، كاملين شادين 10 متر. ايه. وهاد السيد لاقيتو مدي ليا البلاصه ديالي، السلعه ديالي دابا جبتها. انه هو دار واحد اللايف. شحال يعني شحال تقريبا مده وانت محروم من البلاصه ديالك؟ انا دابا عامين ونص. من جينا هنا 2019. فجينا هنا شهر واحد فيه 30. دابا من هذيك الوقت الناس كيسولوني كيقولوا لي كيقول لي في علاش ما شفتيش، كنقول لهم البلاصه ديالي ما عرفتش فاش كنجي عند هذا، كيقول لي صبر راه باينه على دوك البلاصه ديالي، والبلاصه ديالي ها هي تلاقيت انا وحط فيها دابا السلعه ديالي. واش هو هو كامل؟ شنو الرساله ديالك للمسؤولين؟ كامل سولوا عليا. شنو رسالتك للمسؤولين؟ ها؟ شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي من المسؤولين كنطالب ياخذوا لي حقي، حقي ها هي البلاصه ديالي تلاقيتها، وهذا السيد مستغلها ليا. الرخصة ديالي عندي، وعندي كاع هذوك الوراق اللي عندي عندهم. حالي بحالهم، وهاد الناس هما كاملين شادين 10 متر، وهاد السيد شاد 20 متر. أنا هاد الشيء اللي قلت لك. يعني كتشوف أنت هاد الشيء ماشي قانوني؟ لا هاد الشيء ماشي قانوني، لا هو علاش؟ ماشي قانوني، لا هو علاش هاد الناس كاملين عندهم 10 متر؟ هادو من ها هما واحد ها واحد فيهم، طالع كبير، داخل عليك بالله شحال شاد؟ هاك الله يجازيك بخير. شحال مستفدين أخويا أنا؟ مستافدين كل 10 متر 10 متر. ايوا هاد السيد فين هي بلاصتو؟ هاد السيد اسيدي معانا، هو اللي ما شدش البلاصه ديالو. علاش ما شدهاش؟ لا استغلال ديال المسؤولين. ما كاع الناس استافدوا، عطاو 10 متر 10 متر، هادشي اللي هادشي اللي شدوا الناس. انا بغيت نفهم اخويا علاش هاد السيد مدي 20 متر؟ انا هادشي اللي ما بغيتش. تقدر تسول الناس كاملين، تسول كاع الناس اللي تبيعوا الشركه. كامل راه غادي فيه 10 متر. معانا من الاول. يلاه هضر مع الله يرحم لك الوالدين. يلاه هضر مع الصحاب كامل.
كاينه 10 ميدان. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك السيد كاين معنا. كاينه كاينه. كلشي غادي يقول لك راه كاين معنا، حتى واحد ما غادي يقدر يقول لك راه ما كاين. كان معنا في الجمعيه في الاول، وإني الشوق حتى ما استافدش. ما عادش نقدر نفيدك بشي حاجه. هاد السيد انا اللي تلاقيتو، هاد السيد اللي تلاقيتو، هاد السيد اللي تلاقيت عنده 20 متر ودارت به شكايه. ودابا هو غابر مخلي واحد الخدام ديالو ها هو هذا. انا دابا جيت بغيت نحط السلعه ديالي ها هي في حطيتها ما خلونيش نبيعها ما والو. قلت ليه شد 10 متر تاعك راها و10 متر تاعي هاي. انا كنطالب من المسؤولين يدخلوا يفكوني نفسي. الله يجزيهم بخير. هذا الشيء اللي كنطالب. انا كنطالب بالحق تاعي، انا كنطالب الناس المسؤولين يدخلوا الله يجزيهم بخير. يدخلوا يدي 10 متر وراه هي و10 متر تاعي هاي. شكرا. انا هذا الشيء اللي عطى الله السلعه ديالي ها هي اللي شفتها. ودابا هذا السيد بغى يحط السلعه ديالي لهيه. قال لي لا انا خدام خليه تيجي. هذا الشيء اللي قال لي. قلت له يا ودي انا دايرت به شكايه هو دابا ما كاينش خاون. انا هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا ودي اخويا ها هما. يلا السلام عليكم كاملين هذا الصف نسولهم شحال شادين. ها هما واحد واحد 10 متر هي اللي كاينه في القانون. وهذا السيد شاد 20 متر. بلاصتي داخله هنا. وقال طالب من سيدنا يوصلوا هذا المصدر والحق راه كاين في القانون. الحق كاين في المغرب. انا هو جيت عنده النهار الاول قال لي شوف اشريف اعطيني البلاصه ديالي. كان يقول لي سير فين ما عجبك. قلت له راه غادي نتبع القانون. قال لي سير ورانا كنطالب بسيدنا يفك لي هذا المشكل تاعي. انا هو هذا السيد حرمني من هذيك البلاصه ديالي مستغلها لي عامين ونص. ووقت ما جيت عنده كيقول لي صبر راه غادي راه ما بيعطو في بيعطوني انت شاد لي البلاصه ديالي واش بيعطوني. مشيت دابا داها هما ها هي الشكايه الاولى ها هي ها هي دافعه ها هي اخلي انصورو ما خليهم ها هما ها هما كل شيء الوراق اللي كان لدوينه الاسميه ديالي ها هي ها هي وهذيك الرخصة ها هي وعلاش انا دابا كنطالب اخليهم اشي ضمير اخليهم نصورهم اخليهم هذا الشيء اللي كاين ها واحد السيد هو كاين نيت معنا دخلت عليه والله ودي عزيز الشحال هذه وانا راه معكم السوق واش كاين معكم ولا ما كاين هاك شفت عزيز السلام عليكم هذا السيد سنين وانا ملي تندخل هاد الماشي تنعرفو حا معنا من الاول اللي بدينا هاد الحمله زعما ديال والمسائل اللي خلص هو مخلص لنا هنا علاش يحرمو تا هو من رزقو راه تا هو عندي مسؤوليه عندي والدي عندي الدراري الله يحسن العون تا هو معنا ضحى معنا كيف ما ضحى كيستاف استفدنا حنا خدا هو خصو يستاف شحال خرجت لكم في الاستفاده شحال تقريبا مترو نعم 10 متر وجوج على 5 اللي عاتي هنا في الوراء والناس كلشي هنا عندهم وهذا كلشي 10 متر على 5 انا بغيت نفهم هذه وهادشي اللي هادشي لازم هذا تا هو من الاول من الاولياء تاع النهار عرفنا تا هو كبر معنا في السوق وكبرنا حنا وياه في السوق كبر معنا ضحى معنا ملي بدينا الجمعيه من الاول ديالها حضر الجمعيه وهو معنا وضحى معنا من الاول علاش يتحرم تا هو علاش ما يستافدش كنطالب من المسؤولين ياخذوا لي حقي هذا الشيء اللي كنطالب البلاصه ديالي ها هي السلعه ديالي ها هي انا دابا كنطالب كناشد من المسؤولين ياخذوا لي حقي الله يجزيهم بخير شكرا وشكرا